للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من فيينا الدكتور عمر عامر البياتي، الصحفي المتابع لشؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دكتور عامر، أهلا بك معنا في برنامج استديو الآن. كثيرة هي التصريحات حول البقاء في الاتفاق النووي أو الانسحاب منه. هل ترى أن ترامب يتجه إلى الانسحاب من الاتفاق النووي؟ أهلا بكم وجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة هو ترامب علينا أن ننتظر إذا لنهاية علينا أن ننتظر إلى 12 من الشهر الجاري، نعم، وسنرى الموعد المزمع لاتخاذ ترامب القرار أما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني أو لا. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي يعني أعلن عن كثير فيما يتعلق بكوريا الشمالية وتراجع، نعم، وكذلك أعلن فيما يتعلق برفع الضرائب من الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي وتراجع. وفي ذات الوقت فيما يتعلق باتفاق إيران مع مجموعة 5+1، الحقيقة هو أيضا أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه يريد اضافات او تعديلات وليس يعني اتفاقا جديدا. نعم، بمعنى ذلك هذا نصف تراجع، ولكن اعتقد ايضا ان علينا ان نرى اذا كان 12، ولكن هو اعلن هذه التصريحات ارضاء لحليفته اسرائيل، لانه رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الحقيقه اعلن عن هذه المعلومات. والوكالة الدولية للطاقة الذرية لن ترد بشكل مباشر لأنها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فلا تريد أن ترد بشكل مباشر وتدخل في الصراعات أو التجاذبات السياسية. نعم. دكتور عامر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز طالب بحل بديل قبل التفكير بالانسحاب من الاتفاق النووي، هل هناك بديل برأيك؟ يعني هي ليش بكيف الامم المتحده ولا بكيف ترامب؟ ترامب هو الطرف الاقوى في المعادله وليس ايران، لان ايران ايضا لوحت في تصريحاتها في اذا تنسحب الولايات المتحده ستنسحب. اعتقد هذا التصريح ايضا ليس له معنى، لان الانسحاب هو الاساسي. سنرى اذا كانت الولايات المتحده ستنفذ ذلك ام لا. نعم، من الجانب الإيراني خلال موعد الاتفاق حتى الآن، هل ترى أن إيران التزمت بما جاء في الاتفاق وبما هو مطلوب منها؟ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو ومجلس المحافظين، الحقيقة كان هناك شكوك لغاية 2003، كانت إيران لديها معلومات حول البرنامج النووي لأغراض عسكرية أخذته من العالم الباكستاني في السابق عبد القدير خان، ولكن إلى غاية 2003 و2009 يعني حتى اعطت معلومات للامم المتحده للوكاله الدوليه للطاقه الذريه بانها اخفت عليهم معلومات، ولغايه 2009 حل هذا الموضوع. والوكاله الدوليه للطاقه الذريه ليس لديها اي تحفظ فيما يتعلق بخرق ايران للاتفاق. نعم، هل تستطيع الوكاله الدوليه التحقق مما جاء في الوثائق التي نشرها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحقق من خلال مفتشيها على أرض الواقع في إيران ليل نهار، الكاميرات تعمل، ولكن لا تستطيع أن تتدخل وتثبت صحة الأقوال أو المعلومات التي أدلى بها أو أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأن هذا ليس من عمل الأمم المتحدة التحيز بهذا الطرف أو الدخول في الصراعات السياسية أو التجاذبات السياسية. من فيينا الدكتور عامر البياتي، الصحفي المتابع لشؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كنت معي مباشرة عبر الهاتف. أنا أشكرك جزيلا على هذه المداخلة.